توفروا على مراكز لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وحصول الخدمات يكون في هذه المراكز مع أن هي الشقة الوحيد والمحدد. بالنسبة لمسألة المتعلقة بمشاريع مدرة للدخل، فإننا نرتبط بالمواكبة، إن مواكبة قبل الإحداث أو مواكبة بعد يعني هذه المشاريع. تم عقد اتفاقيه شراكه مع جمعيه متخصصه، وهم الفاعلين في المشاريع على كون حجم هذه الجمعيتين سواء الامساد او الامار، وسوف تقوم بمواكبه حامل المشاريع وكذلك تكوين العاملين في مراكز توجيه ومساعده الاشخاص في الاعاقه، بمعنى الذي العاملون في تلك الشبابيك الموحده الوطني سوف يتم تكوينهم من طرف هذه الجمعيات، وهذا تحفيزي هذا الجانب من الصندوق. بالنسبة للمسألة المتعلقة بالولوجية، حذرا من الناس اللي طرحوا الأسئلة كما حضر معنا عبدالله معشالاش، بالنسبة للولوجية فالمرسوم التطبيقي للقانون 1603 الذي صدر في 2011، فلحد الساعة تم إصدار قرارين مهمين وهما يتعلقان ب الأمور التقنية إن على مستوى الولوجيات المعمارية أو على مستوى الولوجيات العمرانية، وبالتالي فالتمرير قطع خطوة مهمة في سبيل إلزام تفعيل الولوجيات على مستوى إن البنايات التي سوف تحدث أو البنايات القائمة. آخر نقطة، هناك لاحظت أن هناك ربما من الخلط في المفاهيم والمصطلحات ما بين الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين إلى غير ذلك، سوف أتجاوز هذه النقطة وإن كانت ذات أهمية وذات حساسية قصوى. أركز على نقطة وهي أنه ربما كعلامات في اتجاه تحديد مجالات الشباب فيها الأشخاص من ذوي الإعاقة، ربما بهذا المنطق فيجب كذلك على أشخاص من غير ذوي الإعاقة أنهم يحددوا لنا في الحياة مجالاتنا نشتغل فيها، ربما قد نصل الى اللغه وزياده ذلك. الاصل والمبدا في الاتفاقيه الدوليه هو ان الحقوق يجب لها الاشخاص ذوي الاعاقه على قدم مستوى مع الاخرين، بمعنى انه لا يمكننا تحديد مهام معينه، لا يمكننا تحديد مجالات اشتغال معينه ونصمها باعاقه معينه او باشخاص محددين. وإذا سوف ندخل في التمييز الذي يحفظه الدستور في تصديره، هناك أمور تقنية ترتبط بالملائمة والتكييف للإعاقة، بمعنى أنه منصب الشغل أو المقر الدراسي أو أي حاجة يجب ملائمته وتكييفها، وليس العكس، وليس تكييفه أو ملائمته أو تخصيص مجالات محددة لإعاقة محددة. شكرا.